السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب. بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه، رمضان كريم لكل جزائريين داخل وخارج الوطن. بديت الجواب رضوان، الكلام تاعك الاخير، هذه لجنه انضباط ما عندهاش الصلاحيه باش تقرر اعاده مقابله ولا تغير النتيجه. لجنه انضباط تحكم على الاشياء اللي مترابطه مع الانضباط. القضية هذه ما عندهاش علاقة مع الانضباط. نظن بلي 21 ابريل لجنة الانضباط راح تمد العقوبات الخاصة بكل المقابلات، كل المقابلات اللي جرات في هذيك مؤخرا، وما عندهاش علاقة وصيلة بالمشكل اللي راه محطوط في الطاولة. لكن البعض يقول بأنه لجنة الانضباط هذه عندها مجال مفتوح بامكانها انها تفتح ملف مباراه لما يكونوا ادله ربما على انه حاجه انضباطيه، حكم لم يقوم بدوره في المباراه. لا، ما عندهاش انضباط. واش دخلها في التحكيم؟ دخلها في التحكيم ما عندهاش حق دخل. اذا ثبتت امور ربما في الطعن اللي قدمته الاتحاديه، صح، تما لجنه واحده اخرى ممكن تاع ليتيك تكفل بالمشكله، لا كوميسيون تاع ليتيك تاع الاخلاقيات ولا تاع الانتيغريتي تاع النزاهه. هادو هما الزوج اللي يقدروا ممكن كون يكونوا يكون الابراب ادله، ممكن هادوك يقدروا يفصلوا، عندهم حق يفصلوا. الفيديو تاع الماتش هادوك اللي شفناهم ما ماهمش ادله؟ لا لا لا، ما شكيتش. ما لما يكون زعما دفع واضح، هذاك غلطه تاع لابريسياسيون تقريريه، غلطه تاع ابريسياسيون تاع حكم. ما تعطي الحق لحتى واحد يبدل النتيجه. نهضروا من باب القانون، برك من زاويه القانون. تقدرش انت الاربيت دير يونيرير ولا تبدل به الماتش. كاينه حاله برك اليوم اللي تقدر تخلي الفيفا تعاود الماتش بروغرامي ولا تمد ماتش بيردي نقولوا للخصم، اللي هي هو انه يثبتوا بلي كانت نصر تاع رشوه فقط، التلاعب بالنتيجه هكذا. لان كان كما حدث في لقاء السنغال وافريقيا دي سود، ايه تما كاين كيفاش يقولوا في القانون تاعهم، القانون الاساسي يقولوا الانتيغريتي نازعه تاع مقابله تاع رونكور مقابله ولا تاع منافسه تاع كومبيتيسيون. هذيك صح، هذيك كاينه في القانون الاساسي تاع الاتحاديه الدوليه وكل الاتحاديات. لكن هنا رانا في الباب هذايا، لازم باش كيفاش تنشط هذيك هذو لي دو كوميسيون، لازم لك تجيب ادله تحطهم. يزيد وهيب صحفي معروف بالقوانين ودراسته للقوانين ومختص في القوانين، سواء القوانين اللي عندها علاقة بالصعيد الوطني ولا على الصعيد الوطني ولا على الصعيد القاري أو الدولي اللي هي الفيفا. قال لك يوم لوفانتيا هذه أهم القرارات اللي راح تكون. لكن قبل ما يقول أهم القرارات، كاين كلمة قالها وهي قال لك الاتحاد الجزائري لكرة القدم راح قدم الملف تاع الشكوى للجنة الانضباط وليس للجنة النزاهة، لأنه لو كانت أدلة نتاع رشوة يجب أن تقدم إلى لجنة النزاهة. هذا الكلام قلناه وعندنا الدليل، وهاو الفيديو، شوفوا واش قلت على الفيديو اللي ربما يكون مفبرك كما قلت. انا عندي شك وقناعه باللي ما كاش منها هذه تعيط ويعطي اموال القسمه بمبلغ القليل هذاك وفي حساب بنكي وماهوش يعني مهبول. لكن اذا عاد صح نفرضوا راه كاينه رشوه، سمعوا واش قلت، الكلام اللي قلته قالوا يزيد وهيب، وانا ما نعرفوش الصحفي هذا، نعرفوا انه صحفي خبير في القوانين، هذا ما نعرف. اسمعوا مليح واش قلت. الفيديو هذا الى عاد صحيح، من المفروض على الاتحاديه ما تراسلش لجنه الانضباط وما تديرش في الشكوى تاعها باللي اخطاء داخله في اللعبه ولا اخطاء تحكيميه. من المفروض تروح لجنه النزاهه. الفيديو هذا الى عاد صحيحه، نعاود ناكد ونكرر، الى عاد صحيح تروح لجنه النزاهه. سمعتوا قلتها باللي الاتحاديه عندها الا ملف للجنه الانضباط وما رسلتش الادله تاع الرشوه للجنه النزاهه، ولو كانت فيها قضيه رشوه تروح لجنه النزاهه. الكلام اللي قلته قالوا يزيد وهيب المختص في القوانين، انا ما نعرف شويه ونتعلمه، كل مره نتعلمه حاجه. يبقى صح
لما بحثت لقيت باللي لجنه النزاهه، لجنه النزاهه تاع الفيفا تختص بامور الرشوه، ولجنه الانضباط بالاحداث اللي تصرى في المقابله، عنف، تكسير كراسي، امور اللي تصرى تاع اللي عندها علاقه بالانضباط. ولجنه التحكيم تختص في الامور التحكيميه ولا الاخطاء التحكيميه. بصح شرف الدين عمارة واش قال؟ قال لجنه الانضباط. انا نمشوا وراء كلام رئيس الاتحاديه، احنا ماناش نتفلسفوا. واش قال رئيس الاتحاديه؟ كان الجواب، الجواب يقول حسب الصحفي يزيد وهيب المختص في القوانين، يقول لك ما كان ولا اجراء القضيه وما فيها يوم 21 راح تصدر قرارات نتاع المقابلات كامل، احداث العنف اللي صارت سواء غانا ونيجيريا، مصر والسنغال وما بينهم ايضا الجزائر. ماناش عارفين واش راح يدون قسامه ومحافظ اللقاء في المقابله، قادر يكون امور اللي راح تكون ضدنا بسبب رمي الكراسي والمقذوفات. هذا الشيء اللي راح موش يكون في صالحنا. اما اذا نقدروا نجيبوا حقنا نجيبوه الا بحاجه واحده، هذه قلناها ملايير المرات، يجب قضيه تاع الرشوه، وقضيه الرشوه يجب انها تكون على لجنه الملف كيتحط، يتحط في لجنه النزاهه. لكن الاتحاديه الجزائريه بقياده عماره ما حطتش الملف في لجنه النزاهه، وما راسلتش لجنه النزاهه تاع الفيفا وعطاتها ادله. لحد الساعه ما كانش دليل مادي، ما حتى الفيديو اللي تكلمت عليه مش دليل، وقلت هذه قناعتي الخاصه بلي فيديو مفبرك، وقلتها اذا عاد اصلا صحيح يجب التاكد من صحه الفيديو، هذه اول حاجه. اذا عاد فيديو صحيح، لانه منطقيا قلتها قسما مشو راقد على وذنيه باش يقول له فرسيليا ايطو، وفرسيلي واش 15000 اورو ولا 10000 اورو 10000 اورو، يعني حاجه مبلغ كانش. وتكون لازم هذه الامور تكون بين طا وسيط وفي بلاصه اخرى، وما يكونوش يعني ما تكونش هذه في حساب بنكي وماهوش هذاك المبلغ. اذا انا فيديو كما قلت قناعتي الخاصه فيديو مفبرك، ممكن يكون صحيح لكن احتمال تاع الصحه نتاعو زوز 3%، امور واضحه. والى عندنا دليل مادي وعندنا حتى ملف تاع رشوه وعندنا حكمنا ادله ملموسه تاع رشوه، ما نراسلوش لجنه الانضباط، نراسلو لجنه النزاهه. اكدوا يزيد وهيب وقلناه فيديو سابق، الحمد لله بالبريف نهضروا بالادله، لاننا ما نحبوش نبيعوا الاوهام للشعب، خاصه في الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك. هذا في شهر رمضان والناس تكذب، في شهر رمضان والناس تبيع الاوهام للناس، في شهر رمضان وتكذب عيني عينك. تصريحات ما كانش يلوحوها ويديروها والشعب يبلع، وانت ماكش متفائل، وانت من الرجاليه الكاميرونيه وتشام. انا بالعكس انا دائما متفائل ودائما دائما نحب نتفائل، بصح نهضروا حقيقه. خلاص يا ناس قلنا لكم الا عندنا دليل رانا رايحين نروحوا كاس العالم، انا قلتها ديريكت ما كانش اعاده، الرشوه معناها تروح كاس العالم. انا رحت نهضر معاكم ديريكت ومول، علاه نتشائم انا؟ ما نتشائمش انا، أنني صريح، إلى عندنا دليل مادي نروحوا ديريكت مباشرة لكأس العالم 2022 بقطر، واش عايزين أكثر منها؟ ما عندناش دليل مادي ما نروحوش يا ناس، علاه نكذبونا ونفقوا ونخلطوها أدرواتي أغوش ونجيبوا تصريحات ملفقة وهذا فلان قال وهذا، ما كان والو، ما كان والو، الحكم قال وحكام الفار قالوا. أنا قلت لكم ما عندناش ما نروحوش، ما دام ما عندناش دليل مادي ما نروحوش كاس العالم. انا نهضر من الاخر، انا ما نشتيش النافق، امور واضحه. قال لك هذه الاخطاء اخطاء تقديريه وعادي تصرى حتى في اوروبا، في كريستيانو رونالدو البيت دخل لي ماركاه فات وما حسبوش الحكم، قيامه قامت، البرتغال خرجوا واحتجوا وداروا، كان والو، ما كان والو. بصح ما احتجوا البرتغاليين، ما قالوا فيفا هضرت معانا، ما قالوا فلان، ما قالوا الحكم مرشي، ما كان والو. هذه يسموها اخطاء تقديريه، كاينه يسموها الاخطاء التقديريه. اذا يا ناس نعاود ونقول ونكرر، احنا ماناش رانا ضد تاهل المنتخب الوطني، ماذا بينا احنا نفرحوا نروحوا كاس العالم، شكون اللي يكره بلاده؟ بصح نهضروا واقع، ما عندناش دليل نتاع رشوه ما نروحوش كاس العالم من الاخر.
إذن صحفتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.